ركلة زاوية لمصلحة العين، عرضية عالية، محاولة بالراس وتتكمل، جول جول أول، هدف أول للعين. نعم هاليدا يسجل، هاليدا يسجل الهدف الأول للعين في وسط تعجب من المسلم الفريج، عدم الرقابة لهاليدا يسجل الهدف الأول للعين. قلنا العين مختلف تماما، قلنا العين مختلف تماما يا حامد فلاتة. لياسر يعقوب باتجاه محمد النخلي، حقيقة جهة اليمين بالنسبة للعين جهة متحركة تماما، وتبدأ الخطورة من ياسر يعقوب، وهدف ثاني. الله 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 عليك، الله عليك العين، عيني عليك باردة يا العين، عيني عليك باردة يا العين. حقيقة فريق يقدم كرة. نخلي، نخلي مر، يعدي أمام المرمى، يسجل هدف ثالث ينهي المباراة. الله الله عليك، الله عليك يا لعيب. القرار هنا، القرار وتسديدة ألكسندر، والكرة في الشباك، الكرة في الشباك يا للروعة. تقدم فريق الفيصلي عن نابستير، عن نابستير من نقطة الجزاء، تعود مرة أخرى هنا إلى لوكاس، لوكاس إلى موراتو، موراتو في العرضية خطرة، خطرة، والهدف الثاني يا للروعة، يا للروعة. عن نابستير، عن نابستير يظهر الآن بالهجمات، بالفنيات، بالكرة الساحرة لعنا بستير. ماذا يصنع لوكاس دي ليما، لوكاس دي سوزا في أرضية الملعب يصنع ياسين، ياسين على مستوى الصناعة، يزيد يزيد يزيد، والهدف الثالث الفيصلي. يزيد جوشان إذا سجل الثلاثية، ثلاثة لفريق الفيصلي ولا شيء لفريق العدالة. مباراة يعني صعبة، مباراة ويستحوذ على كرة في وسط الميدان بحثاً عن حل. الحارثي يتقدم، تمريرة جميلة، الله الله، ماركو يحاول، ماركو يسال، الله الله ماركو يسجل الهدف الأول الحتماوي. يا لها من تصويبة قوية، يا لها من كرة جميلة. هذه الفرقة تقدم، البقعاوي في المرمى، النجار يتقدم، النجار بفريقه، ويسجل هدف التعادل من خلال هذه الركلة. النجار وضع الكرة في الجهة اليسرى، بلا خارج ملاعب البرتغالية، يلعب هنا مع الباطن، وراسية خطيرة، الهدف الأول للباطن في العشر دقائق الأولى. الباطن يتقدم الآن براسية رائعة في مرمى الحزم، ويات منذ الدقائق الأولى. طبيعي 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 طبيعي، هنا الآن التسديد، الهدف الثاني يأتي سريعا، الرد يأتي سريعا، الحزم يتقدم الآن بالهدف التعديل عن طريق الباطن في الخمس دقائق الأولى من زمن شوط المباراة الثانية. هنا تمريرة للأمام، محاولة فرصة خطيرة، كريم يودا، تمريره، الهدف الثاني لمصلحة الحزم. هذه المرة كريم يودا، كريم يودا يفتح المجال، ويفسح المجال لتسجيل الهدف الأول لزميله. هنا الكرة تعود، المحاولة، هو في اللحظات الأخيرة هذه المرة تركي المطيري ينفذ ضربة الزاوية، لاعب فريق السلفي على تنفيذ ضربة الزاوية، نفذها مطير، نقله، جول كشيم، جول السلفي في الجانب الأيسر، ماهر المطيري يحاول المرور، المطيري يلعبها للجهني ولا يسدد، نقلها في الجانب الأيمن إلى سيلفا، الآن إلى دياغو، جول ممكن، جول
السجل الثاني. تعود بعد ذلك عن طريق اللاعب احمد عبد. يا سلام على التمريره، يا سلام. هذا الاول، هذا الاول، هذا الاول، هذا الاول. الله، نطوي صفحات الماضي من اجل حلم باقي، والبدايه من هذه المباراه، من هذا الهدف، من هذا المرور، من هذا الوصول، او بهدف قاتل في اللحظات الاخيره. تلعب لمن؟ لمن؟ حذاري من الفوت، لكن خلصها. لا زالت، لا زالت، لا زالت. الله، فعلوها، فعلوها، فعلوها. العربي عاطي الانذارات الشفهية إلى ركلة ركنية. إذن هل هنالك جنون آخر؟ هل هنالك جنون آخر؟ الرأسية مستحيل. الله، خبرة السنوات يضربون مرة أخرى. أي جنون، أي العرياني ولا مارسيلو؟ العرياني لأحد ولا مارسيلو للجبلين؟ العرياني يسدد جول، جول أول في الدقيقة 82. السياف او منيف مناف ابو يابس في اللقطه الماضيه، نقل الكره الى كورنادو، كورنادو خطير، كورنادو يحاول المرور. جول براسيه رائعه بصناعه متابعه اكبر على راسها نادي نيوم وسط حضور جماهيري ممتاز. وهذه اللقطة من عبد الله، دخل عبد الله، الأول، الأول، الأول. الله، 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 الله. هدف أول يسجل لمصلحة نيوم، لمصلحة نيوم. نيوم من نقطة الجزاء. روما، 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 الخطوة الأخيرة، وروما، وجول، جول ثاني لمصلحة نيوم بهذه الإمكانية. لكن الآن تمريرة بالخطأ وفرصة الثالث عن طريق عباس، عباس، عباس. من أول لمسة الحسن، من أول لمسة الحسن. الكرة الآن تصل مع إصابة، مع الرابع، مع الرابع. الله، الله، الله.